Bismillah, velhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah, hayyakumullahu teala, min medineti Hama, min medineti Ebil Fida, medineti Nevair, ve hâzâ Asi Hama, uhayyikum ikhvanana ve ahbabana fi cemi'i biladil İslam, ve khassa ikhvanana fi el-Pakistan, muhennian lakum bimururi 40 sene ala merkezi da'vetil İslamiyye, elleti yer'aha, سيدي الشيخ أبو بلال القادري حفظه الله ورعاه. هذا المركز الذي خدم الإسلام، خدم الإسلام بحفاظ القرآن الكريم، خدم الإسلام بحفاظ السنة النبوية، خدم الإسلام من خلال أعمال الخير والأعمال الإغاثية في أي بلاد من بلاد الإسلام. أحييكم من هذه المدينة الطيبة المباركة، أحيي شيخنا، أحيي مركز الدعوة على مرور 40 سنة، سائلا الله تعالى لهم مزيد التوفيق والتأييد، وراجيا منهم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.